ناخذ مكالمة أخرى، هي من العربية السعودية. سيد عبادي، ألو سيد عبادي، أهلا بك. الحقيقة قرأت الكتاب المقدس رغم أني عانيت الأمرين حتى الحصول عليه، وتأثرت جدا فيه، وعملت مقارنة بينه وبين تعاليم الرسول، فوجدت يعني شتى ما بين تعاليم السيد المسيح وما بين تعاليم محمد، هنا الرحمة والألفة وهنالك القتل والعنف. أنا مقتنع تمام الاقتناع بتعاليم السيد المسيح جدا أكثر مما تتصور، لكن مشكلتي نشكر الرب رغم أنني منذ توفي والدي لم أقم بالصلاة لأنه كان يضربني عليها، وكنت أخشى زعله لأنه كبير السن، فأتظاهر بالصوم أمامه وأحيانا أصوم في النهار، لأنك أنت تعرف عندنا القوانين تعاقب وتجلد وتسجن إذا في نهار رمضان أكل. سأكون معك صادقا، أنا أصلي أحيانا، يعني أشاهد بعض القنوات وأحاول أن أخذ سير هذه الصلوات وأن أفعلها وأحس بفرح شديد وبلذة، ولكن صراع داخلي بسبب هذه الموروثات. كيف لي أن أتخلص من هذه الموروثات؟ ما هي الطريقة المثلى؟ كيف لي أن أخاطب المسيح إن كان هو فعلا موجود، إن كان هو إله أنا مقتنع فيه، لكن أريد أن يظهر لي، أريد أن يخاطبني، أن يلامس قلبي. هذه لعل النقطة وضحت، هذه اللي يعني شوية متعبتني. هل تحب أن نصلي معك الآن في هذا البث المباشر في هذا البرنامج؟ أقول لك من الشاكرين، إذا كانت ستنفعني وستدلني وسترشدني أنا أقول لك من الشاكرين. وهل تحب أن تسلم حياتك للسيد المسيح، أن تعطيه كل قلبك وفعلا فعلا تطلبه من كل قلبك؟ أكيد، ما اتصلت وغمرت إلا من أجل ذلك. أخ عبادي، أطلب منك أيضا أن تنضم لي في هذه الصلاة وتقول معي: يا رب أنا أسلم حياتي بين يديك. أمين يا رب. يا رب أنا أسلم حياتي بين يديك يا رب. يا رب أعطيك قلبي، أعطيك حياتي. يا رب يا رب يا رب أعطيك قلبي، أعطيك حياتي يا رب. أسلم لك فكري وضميري وكل شيء يا رب. أسلم لك ضميري وقلبي وعقلي وكل شيء. أمين يا رب. يا رب أزل كل الشوائب، كل المعيقات، كل الأمور السوداء العالقة بداخلي يا رب. اغسلني من الخطايا، طهرني يا رب. اسمي يسوع يا رب، يا يسوع يا رب. نشكرك لأجل أخينا ولأجل كل الأخوة المشاهدين الآن في هذا البرنامج.